المروحية الهجومية التركية أتاك تعزز قوة حلفائنا. تركيا تعلن اكتمال تسليم الهليكوبتر أتاك إلى الفلبين. أقام جناح الهجوم 15 للقوات الجوية الفلبينية حفل وصول مروحيات تي 129 أتاك التركية بأرقام الذيل 1505 و1506 في 17 مايو الجاري. وحضر هذا الحدث كبار المسؤولين العسكريين الفلبينيين وخاصة قائد القتال الجوي في القوات الجوية الفلبينية الجنرال أراويس روبرت إف موسيكو، وقائد جناح الهجوم 15 الجنرال جوليانو سي لارينس، وقادة الوحدات والأركان. حلقت طائرتان هيلوكوبتر من طراز تي يوزيرمي دوكوز أتاك على ارتفاع منخفض قبل أن تهبط على المدرج النشط. تم تقديم تحية عسكرية للطائرتين في ترحيب تقليدي واحتفالي لتكريم طائرات الهيلوكوبتر التركية التي تم شراؤها حديثا من جناح الضربة 15. وبحسب الشركة التركية لصناعة الطيران والفضاء، تم تسليم الأول لطائرات الهيلوكوبتر أتاك التي طورتها تاي إلى الفلبين في مارس 2022، وتضمنت الدفعة الأولى طائرتين من طراز أتاك، وشملت الدفعة الثانية أيضا الطائرة الثالثة والرابعة، وتم تسليمهما في الشهر الأخير من عام 2022. وبهذا تسليم تكون عملية تسليم المروحيات تاي يوزير ميدوكوز أتاك إلى الفلبين قد اكتملت. اختارت مجموعات العمل الفنية التابعة للقوات الجوية الفلبينية PAV لأول مرة طائرة هليكوبتر تي 129 أتاك التركية لبرنامج طائرات الهليكوبتر الهجومية الفلبينية في أواخر عام 2018. منذ ذلك الحين تم تأجيل بيع المنصة للقوات الجوية الفلبينية بسبب قيود التصدير على محرك LHTEC CTS-800-400A الخاص بالطائرة تي 129 أتاك. وجاء في البيان الذي أصدرته وزارة الدفاع الوطني الفلبينية DND في يوليو 2020 الماضي أن الفلبين حافظت على عزمها لشراء منصة الهليكوبتر التركية على الرغم من المشاكل التي واجهتها تركيا في تصدير المروحية. وقال أرسينيو أندولونغ رئيس العلاقات العامة في وزارة الدفاع الفلبينية إن بلاده سوف تمضي قدما في الاستحواذ على تي 129 أتاك التي تقدمها شركة صناعة الفضاء التركية، وها هو الحلم قد أصبح حقيقة.